الله يخليك لمملكتنا وفرتي لنا الحلال كله. 40% كحول. ايوه تسلي بعد وحده كمان حلال. قامت المملكة العربية السعودية بفتح متجر في الرياض لبيع مشروبات الكحولية لمجموعة مختارة من المغتربين غير المسلمين، وهو أول متجر من نوعه منذ أكثر من 70 عاما. وقال مسؤولون سعوديون أن المتجر سيتصدى للتجارة غير المشروعة للكحول، وفرض خطر قانوني على بيع الخمور منذ عام 1952 بعد أن أطلق أحد أبناء الملك عبد العزيز النار على دبلوماسي بريطاني وهو مخمور. وسيقع المتجر الجديد في الحي الدبلوماسي بالرياض غرب وسط المدينة بحسب وثيقة طلعت عليها وكالة فرانس بريس. وقال مصدر مطلع على الخطط أنه من المتوقع افتتاح المتجر في غضون أسابيع، ومع ذلك سيخضع لقيود كالتالي: لن يسمح لأي شخص يقل عمره عن 21 عاما بالدخول إلى المتجر وتعين ارتداء ملابس مناسبة في جميع الأوقات بداخله، ولن يتمكن الشارب الكحول من إرسال شخص ينوب عنه للشراء مثل السائق. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.